مساء الخير. هابي نيو يير لكل مشاهدي تلفزيون لبنان على أمل هالعيد يحمل معه الفرح والأمان والسلام بلبنان والعالم. ومثل ما عودناكم أسبوعيا كاميرا برنامجنا عم ترصد أبرز الأحداث والأنشطة يلي عم بتكون بالبلد. وبداية حلقتنا لليوم مع رعاية السفيرة الأممية الدكتورة سلوى غدار يونس حفل توزيع الهدايا على أطفال شهداء الجيش، وذلك بحضور ممثل قائد الجيش وعدد من الضباط وأهالي الجيش. رعاية الدكتورة سلوى غدار يونس لهالنشاط الإنساني هو ضمن نشاطاتها الإنسانية والثقافية والاجتماعية يلي دائما حريصة على القيام فيها بلبنان والخارج، ضمن مؤسستها مبادرات للتنمية الإنسانية. تخلل الاحتفال عدة كلمات، أبرزهم كلمة لممثل قائد الجيش وكلمة للدكتورة سلوى غدار يونس وتوزيع الهدايا على الأطفال. وبالختام تم منح الدكتورة سلوى غدار يونس شهادة تقدير من قبل قائد الجيش. أجواء الاحتفال مشاهدينا من تابع سوا بهالتقرير. ينعاد على الجميع بالخير وبالصحة وبالعافية، وشكرا كثير للمؤسسة العسكرية اللي عم تدعينا على هيك نشاطات. اليوم في نشاط دعينا لهون برعاية الدكتورة سلوى غدار يونس، منتشكرها كثير ومنتشكر المؤسسة العسكرية اللي دايما ما بتنسانا بولا مناسبة. ينعاد على اللبنانية جميعا بالنسبة عيد الميلاد، وإن شاء الله تكون سنة خير على الجميع، ونتشكر أكيد المؤسسة العسكرية اللي نحن تحت جناحها وبرعايتها، ونتشكر مدام سلوى غدار يونس. نقيلك أحلى زهرة يا فراشي، نقيلك زهرات البقلة الشقرة على شعرها تشكيلي. بحب الجوية نويل للكل بهالمناسبة، وبحب أتشكر مؤسسة الجيش اللبناني على أنه عم تفكر فينا وعم تفكر بالأطفال، وكتير بوجه سلام ومعايدة من القلب للست سلوى يونس أنه عم تفكر بهالأطفال وعم تطلع فيهم وعم تعيدهم بهالمناسبة. جوايو نوال. وبحب عايد بهالمناسبة سلوى يونس وكل الجيش اللبناني وعيل الشهداء. أنا اسمي جينيفر نزيه منصور. أول شيء بدي أقول جوايو نوال لكل لبنان وخصيصا لعائلات الشهداء، وبدي أقول مرسي لمؤسسة الجيش لأنها دايما بتدينا على النشاطات بكل المناسبات. جوان شوش الباستاني، بعيد كل عائلات الشهداء، وبعيد بتاعي سلوى يونس، وبحبهم كتير. ليلة عيد، ليلة عيد، ليلة عيد، زين ولاد صوت الجراس عم بترن بعيد. وصلنا انتو بخير. وأنا بدي أشكر اليوم سلوى يونس اللي دعتنا اليوم، وبدي اقول بدي عايد كل اولاد الشهداء الجيش. نعاد عليكم السنة الخير. Thank you.
جايين مشان العيد نعيد مع الأولاد أطفال شهداء الجيش. وست سلوى دكتورة سلوى يونس غدار يونس هي راعية الحفلة، ومش أول حفلة ترعاها، دائما محل ما في أيتام وفي أطفال وفي أعياد بتكون أول وحدة إجت وقدمت، قدمت لهم الهدايا واهتمت فيهم. وهي أصلا هي مشهورة بالأيادة البيضاء، يعني ما كل الناس بتعرف، دائما عندها تهتم كتير بالحالات الاجتماعية، بتروح الجمعيات الخيرية مش بس بلبنان، كمان بريد لبنان بأعداد العربية، بتروح على على السوق على أردن بزور المخيمات السورية هونيك، وبتقدم لهم يعني محل ما بتروح فيه بتقدم من قلبها ومن روحها. يعني أنا شهادتي مجروحة بأختي الدكتورة سلوى، بس باختصرها بعنوان إن هي قبلة رحمة على جبين لبنان. كلمة صاحبة الدعوة الدكتورة سلوى غدار يونس. حضرة العميد مروان فاضل ممثل قائد الجيش الجنرال جوزيف عون، السادة الحضور، الأطفال الأحبة، يسعدني في هذا اليوم أن أقف بينكم ومعكم بعزة واحترام لأقدم تحية إجلال وتقدير كبيرين لآبائكم الذين نذروا أنفسهم كرابين على مذبح الوطن بشهادة نعتز ونفتخر بها، وسطروا بطولات وحققوا انتصارات وحموا الوطن والمواطنين من شر الأعداء والإرهاب. والتحية الكبرى للمؤسسة العسكرية التي تولي الاهتمام الكبير في رعاية أسري وأبناء الشهداء وتتعهد حاجاتهم بحب وعطف الأبوة. هذه المؤسسة التي أدخلت الطمأنينة والفرح إلى قلوب اللبنانيين جميعا بقوتها وصمودها وتماسكها والتفاف الجميع حولها وتحت جناحيها، ولم تتأخر يوما عن القيام بواجباتها ومهامها الإنسانية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب ما تقوم به من مهامها الوطنية الطبيعية لحفظ وحماية الوطن وأبنائه. أنا باسمي وباسم مؤسستي مبادرات سلوى غدار يونس للتنمية الإنسانية أجدد شكري لمن شرفني برعاية هذه الاحتفالية الكريمة والمشاركة للقيام بواجب الاجتماع والإنسان تجاهكم. وأنتم أصحاب الفضل وأبناء أصحاب الفضل علينا جميعا، وأنتم أمل المستقبل الواعد في مسيرة الوطن، وبكم نفتخر. وفقكم الله جميعا، وكل عيد ميلاد وأنتم بألف خير، وكل سنة وأنتم بخير، وعشتم وعاشت المؤسسة العسكرية وعاش لبنان. وشكراً. بعدين بدي أعمل مفاجأة للدكتورة سلوى يلي هي ما معها خبر. اليوم على وش هالأطفال شبنين إجتها من منظمة الأسرة العربية. رح أقرأ ثناء وتهدير. تتشرف منظمة الأسرة العربية بانتخاب السفيرة الأممية الدكتورة سلوى غدار يونس سفيرة الأسرة العربية. بأن تكون سيدة العام 2017 تقديراً. سيدة العام 2017 تقديرا لأعمالها الإنسانية والاجتماعية محليا ودوليا. يقولوا لها الله سبحانه وتعالى يحب المعطي المتحلم، وبمحبته العظيمة جلالك بهذه النعمة العظيمة التي لا يجاريها نعم. باسم العماد جوزيف عون قائد الجيش، بشرفني أني أتشكركم على هالدعوة الحلوة وعلى التفاتي لأبناء شهدائنا يلي فيهم نحن منستمر. حضرت صاحبة مؤسسة مبادرات للتنمية الإنسانية
الدكتورة صلوى غدار يونس المحترمة. نتوجه إليكم بخالص الشكر والامتنان على مبادرتكم الطيبة إلى إقامة حفل تكريمي لعدد من أفراد عائلات العسكريين الشهداء وتوزيع هدايا على الأولاد، وذلك في نادي الرتباء المركزي الفيضي بتاريخ 26/12/2017. إن وقفتكم الإنسانية مع عائلات شهداء الجيش تضيف في قيمتها المعنوية مدماكاً في بنياننا العسكري الذي يقوم في الأساس على دعائم التعاون والتضافر بين الجيش والمجتمع المدني. أنعم الله عليكم بموفور الصحة والعافية وعلى جمعيتكم الكريمة بمزيد من التقدم والنجاح. العماد جوزيف عون، قائد الجيش. أدى بتحية كبار وتقدير للجنرال، للمؤسسة العسكرية بداية، وللجنرال جوزيف عون على تقديره ومنحي هذه الشهادة من قيادة الجيش اللي بتعانيني كتير وبعتبرها وسام شرف لإلي. شكرا. أول شيء منقول ينعاد عليكم وعلى كل أطفال الشهداء، ومش جديد أبداً على دكتورة سلوى غدار يونس أن تقوم بأعمال جداً إنسانية وخاصة بهالنهار لتفرح قلوب الأطفال، وبتعتبر هي أن أولاد الشهداء هو واجب وطني، وهيدا الواجب الوطني بتعتبر حالة أنها ملزمة فيه كل سنة، يعني مش جديد عليها دكتورة سلوى بهيدي الأمور. يعني فرحي لما بكون بين هاي المناسبات بكون كتير عندي فرح بقلبي ما حدا بيقدر يحس فيه قد ما أنا بحس فيه. بتمنى أنه يضل ربنا يعطيهم المستقبل حلو لهالولاد الشهداء، لأن عن جد مش بيحروا القلب، بيعتز القلب فيهم، لأن هو الأولاد المستقبل، هو الرجال المستقبل. بدي أقول لهم أنه إن شاء الله التضحية اللي ضحوها أبائكم لإلكم وضحوا للوطن وللمواطنين وللكذا يكون هو سياج لإلكم بالمستقبل، وهيدا بقدرة الله أكيد بيصير، لأنه يا مولاد شهداء صاروا أكبر زعماء وصاروا أكبر شخصيات وصاروا إيه. نتمنى لهم هالمستقبل، بندعي لهم كمان بصلواتنا أنه الله يخيم عليهم برحمة إنسانية تكون أنه جامعة ناس كتير حواليهم يحطوا إيدهم بإيدهم ويتساعدوا مع بعضهم بهيك. أنه حدا بيقول لك شهيد؟ شهيد يعني شهيد الله شاهد عليه انه هو في سبيل وطنه ضحى بحياته اغلى من الحياه ما فيه. ولذلك منقول الله يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح الجنه باذن الله تعالى، ويكونوا هن من الابرار عند الله سبحانه وتعالى. انا هلا بدي اشكر كمان دير سيدنايا البطريركيه بسوريا يلي هو كللني بهالكلمه الحلوه بهالشهاده الحلوه بانتخابي انه كون عندهم سيده ال 2017 للاعمال الانسانيه والاجتماعيه والثقافيه. بدي اشكرهم كثير، بدي اقول لهم ان شاء الله هالرساله اللي بتجيني من السما منهم تضلها هي مباركه، وانا لما بقرا شهاداتهم ببكي ببكي من فرحي انه هالناس المقدسه المباركه انه بتعطيني هالاهتمام الرحماني. بقى بدي اشكرهم كثير، بدي اشكر منظمه الاسره العربيه الدوليه يلي هي كمان تم انتخابي، بتعرف هيدي جامعه كذا دوله، انتخابي كسيده 2017 للاعمال الانسانيه كمان محليا ودوليا. هيدي كمان بدي اقول لهم الله يقدرني ضلني واقفه معهم ونضلنا يد بيد ويضلهم هن مخيمين بأعمالهم على كل الدول العربية على كل أسرة. بدي أشكرهم كثير وبدي أقول لهم الله يعطيهم العافية، وكنت بتمنى أن أكون عندهم لما بستلم شهادة هن بعثوا لي إياها. بدي أشكرهم وإن شاء الله بكون عندهم
مثل ما بقولوا بعبرهم أكثر عن شعوري تجاه الشهادة الحلوة هاي. أنا عندي كلمة قيادة الجيش كتير كتير أرفع عندي شيء بالدنيا عندي بالنسبة لي. أنا بدي أشكر قائد الكبير الجنرال جوزيف عون، وهو منه بعيد عنا، هو ابن منطقتنا كمان، مش بس هو لبناني كمان ابن المنطقة، هو من بلده من بلده، وبيه كان صديق جوزي. عشان هيك بدي أشكره على الشهادة اللي بترمز لي كتير وبعتز فيها وبتغذي لي روحي بالنسبة للمؤسسة كل السنة، وإن شاء الله كل سنة بنلتقى بذات المناسبة، وبتخليني أشعر أنه الدنيا بألف خير، بيجوا قواد مثله الجنرال وبيكرموا وبيعطوا شهادات وهيك. بدي أشكره كتير لأن هيدا وسام على صدري حاطته هالشهادة. لمناسبة عيد ميلاد إمبراطور اليابان، أقام السفير الياباني بلبنان حفل استقبال بفندق فينيسيا، حضروا حشد من الشخصيات السياسية والقنصلية والاجتماعية. الأجواء أيضا مشاهدينا من تبعها سوا بهالتقرير.